مقادير فطيرة الموز بالقرفة والسكر على الشاشة. موز نص سوا، 3 كوبايات من الدقيق، معانا قرفة، معانا فانيليا، حبة البركة، 2 بيضة والزيت. مش هيتحط لها زبدة، ولكن المفروض زبدة. أنا هعملها من غير زبدة، عشان أنا بعمل أكل صحي وبقدر الإمكان بهرب وبشوف مخرج إن أنا أطلع ما استخدمش الزبدة ولا الزيت ولا السمنة، ولو استخدمت حاجة منهم التلاتة بستخدمه بكميات قليلة جدا، ويفضل زيت زيتون. المقادير على الشاشة. هناخد الدقيق بتاعنا اللطيف الحلو ده كده زي الفل، ونحط عليه البيكنج باودر، دقيق على بيكنج باودر، وقلبه، دقيق وبيكنج باودر، عينية، واخد الدقيق ده كده، عينية اللي انت عايزه، الدقيق حطيت عليه بيكنج باودر واحطه على البلانش كده عشان اعجن هنا، هعمل فطيرة دلوقتي تاكل صوابعك وراها. وفي قلب الدقيق ده يا عم الشيف، حلوة. وفي قلب الدقيق ده احط الزيت واكسر البطين، طبيعي زي الفل، اللهم صل على النبي، واحط رشة الملح بتاعتي وسنة القرفة بتاعتي، وربنا يعيننا ونعجن العجينة الحلوة دي كده. حلو؟ طبعا احنا بنعمل شو، مش مطلوب منك تعملي انت الجو ده، انت عندك عجانة حطهم في قلب العجانة ضربة والتانية طلعت معاك. عندك مكان للعجين بيبقى فيه طبعا عندنا كسرولة نعجن فيها عادي، عايزة تعملي زي كده وتفرحي بنفسك وتعملي مفيش مشكلة عادي، لازم تبيني مهارتك كده ويكون عندك شخصية جواكي. أهم حاجة ثقتك في نفسك، بتخليكي تعبري قناة السويس، تخليكي تطلعي الهرم. الثقة في النفس أهم حاجة. الدقيق مع الزيت مع البيض مع البيكنج باودر مع الملح، كل ده مع بعضه نتدخل بإيدينا بقى، خلاص زي الفل. جايب حاجة يعني معايا الحاجة دي كده، زي ما أنا شغال كده الإسبانيولا دي كده فرحان بيها، بلاستيكية الصنع. وناخد العجينة كده، اللهم صل على النبي. طب دي هنلمها ازاي بقى؟ لازم كل ده يبقى فيه نسيج واحد. أنا بعمل فطيرة من غير لا زبدة ولا سمنة، بعملها بالزيت والبيض بقدر الإمكان، يعني فيها بوتاسيوم، يعني فيها كالسيوم، يعني قيمتها الغذائية عالية جدا. ممكن تعملها بالشوفان على فكرة، ممكن تعملها بدقيق الذرة على فكرة. هناخد دلوقتي شوية مية أو شوية حليب حسب الرغبة، ممكن تحط حليب قليل الدسمة أو تحط مية عادية خالص، أنت الاختيار ليكي، أنت والصحة بقى زي ما بيقولوا يعني. عايز أكل صحي 100%، 80%، 50% اختيارك. نفتحها كده مع بعض. هتحط حليب ولا مية يا شيف؟ بصراحة معانا الحليب اللي معانا كامل الدسم عشان يبقى كده بنشتغل بذمة، نحط شوية مية، وناجي احتاجت مية بنحط، عشان كده عيار المية متفاوت في المقادير دايما، بتعملي كحك، بتعملي بسكويت، بتعملي حلويات، بتعملي عجينة، بتعملي بيتزا، دايما يقول لك المية حسب الايه؟ الاحتياج. تحتاج شوية مية تاني، واعجن لغايه لما العجينه بتاعتي يبقى لها قوام، وتلاقي البلانشه اللي انا شغال عليها او الكاونتر بتاعي ده كده ما عليهوش اثار للدقيق خالص. خليكي صبوره كده، يعني لازم نعجن فيها اقل حاجه 10 دقايق، احنا مش هنقعد 10 دقايق ولا حاجه. طب لو عندك عجانه سريعه، بس انا دايما والله العظيم احب اعمل العجين بايدي، بحس بمتعه. هنا الخبرة الطهوية. حلوة. وبعدين مش كل بيت فيه عجانة، يعني أمي كان عندها عجانة ولا كنت تسمع عنها؟
دايما ببدا بنفسي علشان ما نقولش ايه احنا عندنا ولا لا خالص. هو ده. دي لسه عايزه هسه شويه ميه صغيرين قوي 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 يعني معلقتك بس خلاص. شفت بقى ازاي بتعجني بايديكي؟ بيبقى عندك ايه؟ حاسه بالعجينه بين ايدك كده. خلاص خلصت المقادير، المها بقى كده وهتفرجي على الرخامه دلوقتي، مش هفسحها ولا اي حاجه خالص، هي لوحدها كده هتنضف بين ايدي. شفت الم العجينه ازاي؟ بعلمك ازاي تعجني في البيت العجينه اللطيفه الحلوه. المها، وبعد ما المها خليها على جنب 10 دقايق على ما اشوف ايه قصه الدجاج بالكاري. معايا فرسان التلفزيون المصري جايبين تفاصيل العجينه وهي بتتلم على الكاونتر بتاعي. وايديا دلوقتي هتطلع من العجينه زي الشعره من العجينه، ما فيهاش اي متعلقات خالص ولا اثار بالعجينه. في اثار هنا؟ شيل ده من هنا. لازم الرخامه تكون نظيفه، لازم الكاونتر يكون نظيف. كده العجينه بتاعتي جاهزه، بلمها كده. علمتك ازاي تعجين عجينه بطريقه سهله وبسيطه. بعد ما خلاها كده زي الفل، وايديا ما عجنتش ولا اي حاجه زي الفل. عملت ايه يا عم الشيف؟ قشرت الموز وحطيت عليه ليمون عشان بقى ايه ما يسودش. شويه قرفه نعم، شويه فانيليا وشويه قرفه على الموز وشويه دقيق كده باطراف اصابع ايدي، واقلب الموز ده كده في الليمون في الفانيليا في القرفه. شايفين الجو ده كده؟ عندي سكر، اللهم صل على النبي. السكر ده اختياري بقى، يعني قد ايه يا شيف؟ ده كتير قوي. نص كوبايه كده. على فكره ممكن تستخدموا سكر فواكه. اللي قاعد بيشوفني دلوقتي الشيف المغازي قال دي فطيره صحيه، بدل السكر اللي انا حاطه ده ممكن نستخدم سكر فواكه. حلو كده، لطيف وجميل مش مكلف ولا حاجة. عندنا الموز بنجيبه في الآخر يقول لك الموز خلاص لونه اتغير، موزاية دي اتكسرت مني خلاها هنا كده. حلو قوي، ودرجة حرارة الفرن عندي 180. أخد البهريز ده كده بحطه على وش العجينة. معلقة الدقيق اللي أنا حاططها لها دور كبير جدا، بتثبت القوام ده على العجينة. وادخلها الفرن يا عم الشيف. يلا، درجة حرارة الفرن كام؟ 180. مكانها فين في الفرن؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. نفتح الفرن ونغير الأماكن، ناخدها كده ونحطها هنا كده، اللهم صل على النبي. زي الفل. ادي الصينية بتاعتنا، تعالي يا حلوة، زي ما هي كده. في قلب الفرن. تمام، هنحط حبة البركة بعدين. لا عيني اهو، حاضر يا ابن حلال. بص عليها. اللهم صل على النبي. الفطيره هبص عليها، حاضر عيني. طبعا الموز بيتكرمل مع العجينه مع الدلع، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ زي الفل. احنا معانا الفطيره يا ست الكل، والله شفناها. هنحطها كده في المكان الحلو ده كده اهو، اللهم صل على النبي. بص عليها بصه حلوه، الموز في انسجام، اطلع من المغمورة الحلوة. ايه الحلاوة دي؟ الموز مع العجينة الحلوة اللطيفة السهلة، نسبة الدسامة ونسبة الدهون قليلة جدا. معانا حبة البركة هنحطها عليها عشان تاخد كده الريحة بتاعتها الحلوة. انا بحب حبة البركة دايما بتكون على المخبوزات او على الحلويات اهو. دي ما حطيتش حبة البركة من الاول يا شيف عشان ما تتحرقش وتسمرش، تديني لون. بنزل كده فيها في المرحلة الأخيرة من السوى. الفرن اهو، شفت حبة البركة بتنزل ازاي على الموز اهو. هنا بقى
اختلاط العجينه بحبه البركه بتودينا في حته تانية خالص. نقفلها كده، يلا مع السلامه. تمام، كل اكله لها توابلها وكل مطبخ له توابله، والتوابل هو عنوان المطبخ. الفطيره بتاعتي الجميله الله، ابن حلال دي مكانها. الفطيره بتاعتي الجميله، بسكوته مع الموز، الرز عينيا، هنغرف الرز في الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. هي اللعب. يلا بقى دلعني بقى وانا بغرف رشات الرز، انا فرحان بيهم دول.